تسمعوا في فاست فوت وضيفنا اليوم يوسف المساكني تقريبا مرتاحش برشا البارح وصلوا من اليابان. يوسف مرحبا من جديد. نحب نقول للزوديتور يتابعوا فينا على الترواد والفايبون موزايكا فايبونات يبعثوا لي كيستيون تاعهم اسالتهم ليوسف كونسرنون اللي يحبوا الكل يوسف ولا حاجات ولا حاجات لا وحاجات ايه اي حاجه يسالوا عليها مش مشكل. مرحبا بهم. واضح هكا موافق يوسف شبعثوا الاسئله الكل. يوسف الصد القطري رجعك الذكريات خايبة شوية. الصد القطري ماتش برشا ناس يحبوا ينساوه ما عادش يحبوا يذكروا اللي تراجي لعب ضد الصد القطري في المونديال. ماتش يقعد في التاريخ ما يزموش يتنسيه خاطر تعمل بيرفورمانس كيف نكاكا ومتربحش ماتش تقعد معنا في البيت. هذيك هي الكورة معناها توا تعدى الماتش وزمنا ننساوه. ولا محل المونديال الكل بخلاف شويه دي ديتاي لازم يقعد ويبني عليهم الترجي المستقبل تنرجعوا له الشابيتر هذا. لكن يوسف ميسالش نحاولوا نذكروا الناس الكل شنو اللي صار في الماتش هذاك. كان ذكرنا انت كنت تيتولير كنت موجود مع الافكتيف فما دي كونسيني اكيد من عند الكوتش نبيل معلول. يعني لقيناك انت الوحيد اللي حاضر في الماتش هذاك تقريبا واللي عملت بريستاسيون باهيه برشا. كنت انت مركز اكثر من اصحابك ولا كنت شانس ولا علاش انت كنت نهارتها في نهارك وبقيت ملاعبي هذا؟ والله شو نقول لك ساعة لما كنت في نهاري لما عاونوني الاولاد معناها باش نكون في واحد في نهارو. انت قلت انا متفرج معناها كي نبدا نلعب في السورتيرا ما نحسش معناها واحد يبدا الريتم تاعو طايح ولا حاجة. عملنا ماتش كبير معناها كنت رصد ضيعنا برشا وكل شيء. ندمنا برشا من بعد الماتش خاطر كنا نجمو نربحو. الناس كل حاسين بالمسؤولية هذيا لازمنا نتحملوها هكا. يوسف بكل صراحة صار استصغار الصد كانكو نقصتوا شوية من قيمة الفريق هذا. نعرفوا ديما حتى الغلطة اللي طحنا فيها في 2006 وقتها جات السعودية في البول متاعنا في الكوب دي موند الناس الكل تحكي 3 بوان حاصلين هذوكم ضد السعودية. ديما عنا نظرتنا للكرة الخليجية على أساس مازالوا يتعلموا في الكرة يجيبوا فيها جانب ما عندهمش هما كورجية صحاح. صار تفكير نوع هذايا ولا بالعكس تشوف معناها الصد عندها جوارات تقعد باهت معناها تقول تلعب في الأوروب. احنا كجوارات يعني بالسورتيرا معناها ما نخموش في الادفيرسير يبدا قوي ولا مش قوي يلزمنا 3 بوان ولا يلزمنا فيكتوار باش نتعداو الماتش اللي من بعده. الماتش هذاك شفت معناها ضيعنا ما نجمش نتكلم اكثر من هكا معناها طرح وتعدى ونحب ننساها ما عادش نحكي فيه برشا. مازلنا يوسف في الصد القطري خاطر برشا ناس تحب تنسى. لكن يمكن كما كنا نحكيو في الكوليس احسن حاجه واحد كي يتعلم الهزيمه كي يتعلم بارفوا الكلمه خايبه ما يلزم ساعات الانسان كي يفشل يحاول يتعلم منها. لكن بعد الماتش هذاك بعد الخساره 2-1 تقريبا الحلم اللي مشي على خاطره تراجي المونديال ملاقات البرسا طاح في الماء. يظهر لي حتى حسب ما حكينا لونفوي سبيسيال نتاعنا عزيز كان موجود معاكم الاجواء كانت مؤسفه برشا الحقيقه. بالطبيعة تبدأ تحلم معناها باش تلعب كونتر أحسن إيكيب في العالم تتمنى باش تشوفهم مش حتى باش تلعب معهم. هذيك هي الكورة معناها باش مازلنا باش نخسروا برشا ماتشوات ومازلنا باش نوصلوا برشا فينالات وباش نهزوا برشا في كوبات. إن شاء الله معناها الترجي يقعد كبير ويقعد في النيفو هذاك هو اللي معود عليه معناها الجمهور نتاعو. الترجي معناها كبير ولازم يقعد في المستوى نتاعو. النقطة المضيئة اللي كانت في الماتش هذاك من جانب الترجي هذه تونسي البريستاسيون نتاع يوسف المساكني شاي اللي خلى حتى الفيفا في العيون في الباج الأولى نتاعهم يتكلموا في الموضوع هذايا وعنوا الارتيكل نتاعهم بالعنوان هذايا تقريبا نقطة مضيئة وسط الهزيمة تقريبا كان نجموا ونترجموا وصار حوار معاك يوسف وصار يعني حتى مع يانيك سألوا فوساتي المدرب الصد القطري تقريبا كان فما إجماع أنه يوسف المساكني متع الجمهور الياباني اللي كان حاضر ومتع الجماهير في العالم معناها بارتو في العالم اللي تفرجت نهارتها في المقابلة. كلام كيف يوسف شنو يخليك تحس؟ يخليني نزيد نخدم أكثر مش نزيد نفرح العباد نزيد نفرح روحي. أنا ما لعبت كيكا معناها إلا ما مخمم حبيت نلعب كونتر البرسا وعطيت كل ما عندي حبيت نفرح جمهور الترجي وحبيت نفرح روحي أول حاجة. عملنا اللي علينا وربي ما
مسارش توفيق مسارش التوفيق توفيق والكوتشونس. فما يوسف فما حظ في الكرة ساعات فما برشا حظ بتبيع شفته في ساعة فما برشا مرشوات معنى الاسبيرونس ما تلعبش وكونتر ولا بالاريتيت تز ماتش فهمت ماتش كامل كونتر صد نلعبه في الديزويت نتاعها ضيعنا ويت اوكازيون دنيت معناها ضيعناهم راس راس فما زوز ولا ثلاثة كاو بروبي هاك تنبت السجن تاع الصد. نكمل نحكي شوية على الانترفيو نتاع الفيفا هكا نلقاك في حاجة مو إيجابية وسط يعني الأجواء نتاع الماتش هذاك اللي وفاء بهزيمة كانت تنجم تكون انتصار كبير للترجي هذه التونسي. يوسف نعاود نسألك في نفس الموضوع فوساتي مدرب من الأورغواي الأورغواي تقريبا البلاد الأول في العالم اللي هز الكوب دي موند ناس عندهم دي تراديسيون كبار في الكورة وكيجي مدرب يحكي على ملاعبي أدفيرسير بالطريقة هذيك يظهر لي ما نجمش يكون مجاملة ما نجمش هذا يوسف النيفو اللي شفناه هذاك يكون نهار في فورما وتعدى الموضوع أكيد تعتبر روحك وصلت يوسف النيفو نتاع ماتوريتي معينة تخليك تنجم تخمم تلعب في كيب كبيرة البرة من تونس ونعرف تحبوش الموضوع هذا علاش معناه الواحد يلعب في الكورة معناه يبدأ يتمنى باش يخرج نهار يلعب في نيفو عالي في ريتم باهي معناها شفت في الكوب دي موند معناها كيفاش الريتم ان شاء الله واحد يزيد يخدم على روحه كي يسمع الكلام هذا معناها يزيد يخدم ويزيد يحسن من الرندمون نتاعو باش هما العباد تزيد تشوفه باش ينجم يخرج لبرا. يوسف حكيت لي ديتاي في الكوليس على الرئيس السد القطري ماذا بيه تعاود تحكيها الحكايه هذه للناس اللي تسمع فينا يعني كي جاكم بعد الطرح شنو حكى معك بالضبط؟ وي والله قاعدين انا ومجدي تراوي وقتها لبرا وجاء قاعد يحكي معنا قالنا عذبتونا معناها سورتو انت قالنا عذبتونا معناها في الماتش وهذيك هي الكوره معناها ما تمركيش ما تربحش واضح جوست نعاود نزيد حاجه يمكن نزيد الكشخي اللي قاعدين يسمعوا توا ولا حتى الجمهور الرياضي الكل يتفاعل مع ترجي ويتمنى انه تتعدى تلعب ضد البرسا حاجه غريبه تنقول لك يوسف كيفاش غريبه سونداج دوبينيون على السيت اوفيسيال نتاع السد القطري يعني بيبليك السد القطري هو اللي باش يصوت 52% قالوا ترجي باش تربح في السيت اوفيسيال نتاع السد القطري قبل الماتش قبل الماتش شوف معناها التوقعات حتى جماهير السد القطري كانت تستنى انه ترجي يربح مش السد القطري والله فما حد شيء تلعب معناها على الوراق معناها كل شيء في التيران شفته معناها كنا اقوى من الادفيرسير وهو اللي تعدى وهو اللي لعب كونتر برشلونه زينة بالميل تسأل باش تخرج ولا لا جاي الموضوع هذا يظهر لي أكثر موضوع يحب يسألوا فيه جماهير الترجي الرياضي التونسي راجعين أكيد باش نكملوا نحكيوا على رحلة الترجي في المونديال اللي وفات بالمرتبة سيتسا كوميم مرتبة عنا ما نحكيوا فيها مع يوسف المساكني ضيفنا اليوم نستناو لزمايل نتاعكم دخلتوا وتسألوا يوسف المساكني يوسف حكينا على مقابلة السد القطري قلت لي الماتش هذاك ما عادش تحب تذكر ما عادش تحب تحكي فيه برشا الحقيقة برشا ناس عندهم نفس الامبريسيون عندهم نفس الأم لأنهم ينساوا الطرح هذاك نحكيوا على الماتش الثاني اللي تقريبا وقتها الترجي خسر حظوظه الكل في أنه يلعب مع البرسا مازال وكان مش يلعب ماتش لتشريف الترجي لتشريف كرة القدم التونسية بأي عقلية هبطوا يوسف الطرح الثاني خاصة كما قلت أنه الهدف الأول ملاقاة البرسا وأنكم ترشحوا الدومي فينال ما صارش بنا مونتال بنا مورال هبطوا الطرح هذاك صحيح هبطنا معناها ديموراليزي شوية من الماتش نتاع السد اما شفتوا معناها زاد الماتش الثاني يمكن الاول خير منه اما زاد شرفنا معناها الكرة التونسية والترجي الرياضي التونسي لعبنا بقليب زاد الماتش الثاني الكرة ما حبتناش شوية ومتن ما ننساو زاد الكيب اللي لعبنا لها معناها الكيب كبيرة ياسر وقوية زاد أقوى برشا من السد القطري لا أقوية برشا مش أقوى من السد أقوى السد برشا يعني لا يزي معناها الروح غايبة شوية مونتال المورال مش في التوب وزيد ليكيب المكسيكية قوية الحقيقة مونتيري كيفاش لقيتوا روحكم في الطرحة هذه خاصة نحكي تحس كي تلعب معناها مش تلعب كونتر ليكيب معناها نيفو نتاعها عالي ياسر تهز الريتم في أي وقت ما تعرفش عليها وقتاش تتاكي وقتاش تشد ديفونس دور كرة مليح يتحرك الناس كل تتحرك هذاك لو نيفو
يوسف الكوتش نبيل معلول في تعليق على البونتوات اللي كلاهم الترجي الهذي التونسي واللي كانوا بعد اخطاء دفاعيه تقريبا حاصلين في وقت من الاوقات انه كل ركنيه باش تدخل في لي ديفود ماركاج ما استنسناش بهم من عند الترجي الهذي التونسي.